السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين محمد علي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. النهاردة قبل ما نتكلم ونقول أي حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. النهاردة موضوعنا عن مغتربة في فرنسا وتبرعها للناس المحتاجين بالكراسي اللي عندها، اللي هي كراسي ذوي الإعاقة اللي هي بتبقى موجودة عندها، اللي اتكلمت عنها وقالت لك إن اديتها لساعي البريد وجه أخدهم. ودي حاجة مش غريبة أو مش جديدة على مدام هناء أو مغتربة في فرنسا إنها تعمل حاجة خيرية. إحنا كلنا كده بناخد وبندي، كتير اتكلموا عنها إنها بيجي لها دعم وبيجي لها وبيجي لها وبيجي لها، وأمر طبيعي زي ما بيجي لها هي بتطلع برضه وكله لوجه الله، فده حاجة مش غريبة عليها. المهم إن حبت طبعا تشكر متابعين وعلى دعمهم لقناة بناتها فيروز وياسمين، ودي طبعا حاجة مش غريبة وحاجة مش جديدة يعني على متابعين مغتربة في فرنسا، وده بجد بيدل على ان هم ناس محترمين جدا جدا، متابعين محترمين جدا جدا، وبجد جيش محترم بكل ما تحمل المعنى. بتكلم عنها والله جيش محترم، واللي معايا حاجات كتير قوي قوي ودي هنتكلم فيها فيما بعد. بس طبعا حته شكرا للمتابعين دي حاجة مهمة جدا جدا وحاجة كويسة منها، بس مش غريبة عليهم يعني، دي حاجة مش غريبة على المتابعين مغتربة في فرنسا، منهم ناس محترمين جدا جدا. طبعا كانت بتتكلم في ان هي شجعت بناتها على موضوع القناة، وكانت عاملين فيديو من سنة ومكبروا دماغتهم وما اشتغلوش في موضوع القناة. طبعا قالت لهم انتوا محتاجين تعملوا مشاريع، محتاجين تعملوا اي حاجة، اشتغلوا في القناة والقرش اللي هيجي لكم منها هي هتساعد وهيساعدهم في المشاريع بتاعتهم ويخلوهم يجيبوا أجهزة، يجيبوا حاجات، وده أمر طبيعي. أهم حاجة الاستمرار والمداومة، وهم بسم الله ما شاء الله الحمد لله مشاهداتهم عالية، فربنا يكرمهم. وطبعا اتكلمت على الاستفادة من الأرباح، زي ما بقول لكم إن هي هم هيستفادوا من الأرباح اللي هتيجي في المشاريع اللي هم هيعملوها. طبعا حبيت تشكر زي ما بقول لكم متابعينها على إن أولادها قدروا يفعلوا القناة في وقت قصير جدا، وانا بعتبره ان وقت قياسي، لان حاجه زي كده يعني عايزين بقت صعبه اليومين دولت. بس ده بيدل على ان الجيش مدام مغتربه مدام هناء او جيش مغتربه في فرنسا جيش بجد من الناس المحترمين جدا جدا، وبيقفوا جنب اي حد. اي حد مدام هناء بتذكر اسمه في القناه عندها بجد، وانا بقولها لكم والله، الناس دي على طول من غير ما الاشتراكات بتتم، لايكات بتتم، مشاهدات بتتم، كل حاجه. وناس كتير هيقولوا تطلع وبتطبل وبتعمل، اقول لهم لا مش طالع التطبيق ده واحد بيتكلم عن معرفه وحقيقه، حاجه انا اتاكدت منها. فطبعا اللي هيقول لي بتطبل وكده، لا انا مش بطبل. بصوا على مشاهدات قنوات النقد كلها هيلاقوا ان 80% قنوات يعتبر متابعين لمغتربه في فرنسا داخلين وعايزين يعرفوا ايه اللي بيتقال عنها وبيتكلموا وبيردوا، وكل ده حاجه مش غريبه عليهم. طبعا حته ان التأثير بالتعليقات السلبية اللي طلعت اتكلمت عنها هناء، فطبعا هي عندها حق. مين مننا ما بيتأثرش بالتعليقات السلبية؟ أحمد حسن وزينب كانوا بيتأثروا بالتعليقات السلبية لدرجة إنه كانوا بيقعدوا فترة طويلة عشان ينزلوا فيديوهات. هي مدام هناء نفسها كانت بتأثر بالتعليقات السلبية لدرجة تقول لك كانت بتحزن وبتبكي بتعمل كل حاجة، وده أمر طبيعي. أنا واحد من الناس كنت بتأثر بالتعليقات السلبية، بس مع مرور الوقت زي ما بقول لك كده الواحد جسمه نحس خلاص، ما بقاش بقى يفرق مع التعليقات السلبيه. تعليق لو كان ايجابي اهو بيفيدني، تعليق فيه مثلا اسئله او حاجه اهي بتفيد، تعليق سلبي فده بيدل على الحقد والحسد، وده امر طبيعي ودي حاجه معروفه. فطبعا بتقول لك ان هي كانت لو في الاول كانت بتتاثر بتعليقات سلبيه، دلوقتي بقت تكبر دماغها وبقت بتهزر وتضحك ومش فارق معاها اي حاجه. طبعا زي ما انا عايز اتكلم وهي اتكلمت في النقطه دي، انا قلت لكم قبل كده ان موضوع لكل بني ادم ناجح بيبقى ليه اعداء، فده طبعا ده اعداء النجاح ده امر طبيعي. حته ان هي اتكلمت عن الحسد والناس انها بتتغاظ منها امر طبيعي. في ناس كتيره قوي قوي بيتضايقوا لما يلاقوا حد ناجح، في ناس كتيره بتتضايق لما بتلاقي حد بيتقدم عنه، فده امر طبيعي. فندعي ان ربنا يصلح الحال للجميع يا رب ويهدي بقى كل الناس. طبعا حته انها اشتغلت على المحتوى بتاعها ده امر طبيعي، وده اللي هو خلاها في التقدم اللي هي وصلت فيه، اشتغلت على المحتوى، كبرت دماغتها، مفيش حاجه بقت تضايقها، بقت ما بتسالش في اي حد. وطبعا اتكلمت على الاستفاده بتاعه الارباح بتاعه القناه بتاعتها، انها استفادت من الارباح وانها بقت بتساعد ولادها، بتساعد المحتاجين، بتساعد نفسها، بتسافر، بتجيب اللبس اللي هي عايزاه، بتتحرك زي ما هي عايزاه. ده بتكلمت عن ان برضو الارباح اللي بتجي لها من اليوتيوب بتقدر تستفاد منها، ودي حاجه كويسه وحاجه مش غريبه على مدام هناء.
نروح برضو لنقطة مهمة جدا، ودي حاجة بقى حابب ان انا اتكلم معاكم فيها لان دي جد لفتت انتباهي، موضوع الكلام بناتها. يعني عايز اقولها لكم ازاي، مش عارفين يتكلموا اللغة العربية، كلامهم المستمر باللغة الفرنسية، وده حاجة بجد محزنة جدا جدا ان هم مش عارفين او بيستصعب عليهم ان يتكلموا باللغة العربية. دي حاجة محزنة، ما ينفعش ان بنات ست مصرية مش عارفين يتكلموا بالعربي غير بالعافيه. دي حاجه بجد، حتى لو انت زي ما انت قلت يا مدام هناء ان هم اتعلموا واتربوا من صغرهم هناك في فرنسا، بس على الاقل بيقعدوا معاكي، لكن تقولي ان هم بيقعدوا معاكي وبيفضلوا يتكلموا باللغه الفرنسيه، لا دي حاجه انا شايفها ان شيء مرفوض طبعا وما كانش ينفع. ويا ريت تستمري على تعليم بناتك ان هم يتعلموا اللغه العربيه، ويبقى باستمرار طول ما انتوا قاعدين في البيت تقعدوا تتكلموا اللغه العربيه. ما ينفعش تبقى لغه تانيه، اللغة العربية هي اللغة الأولى بالنسبة لكم، فما ينفعش تبقى إيه، هما بيتكلموا فرنسي حلو أوي لكن العربي لا. ده شيء أنا شايف إن هو مرفوض جدا، ولازم تركزي معاهم في الحتة دي، وحاولوا على قد ما تقدروا الحوار ما بينكم يبقى كتير باللغة العربية، بلاش يدخلوا كلمات اللغة الفرنسية في الكلام. يعني أنا ليا أخت زينة طبعا بحب أسمع لها من الجزائر جدا، وببقى مبسوط وأنا بسمع لها، بس للأسف بتبقى مدخلة اللغة الفرنسية كتير في الكلام بتاعها. دي حاجة مش لذيذة أو حاجة محزنة، لأن في ناس كتيرة بيحبوا يتابعوها بس مش فاهمين هي بتقول إيه. فياريت تخلي اللغة دايما العربية هي الأساس. وطبعا سلام الأخت زينة. طبعا بتكلمت عن التعليق السلبي اللي هو جاي لأولاده، وقعدوا يضحكوا ويهزروا على إنهم مش عارفين أو بيمثلوا إن هما بيتكلموا فرنسي ومش عارفين يتكلموا عربي أو كده. لا هما بالفعل، أنا مصدقها إن حتة إن بقالهم سنين، واحدة جاية من عندها 4 سنين، واحدة عندها 6 سنين، وجاوا في فرنسا وعاشوا واشتغلوا ودخلوا مدارس وكده، هم عملوا طبيعي ان اللغه الفرنسيه هي بالنسبه لهم حاجه اساسيه، بس احنا عايزين نعلم ولادنا ان اللغه العربيه هي الاهم. فدي حاجه انا حابب ان اتكلم، حته ان هم بيمثلوا، ما اعتقدش ان هم هيمثلوا، هيستفادوا ايه من تمثيل في حاجه زي كده. طبعا دخلت واتفرجت على فيديو لفيروز وكده وعجبني جدا جدا، وكان صح حقيقي المونتاج كان فيه تقطيعات كتير عشان تحاول تتكلم باللغه العربيه، لان في كلمتين كده طلعوا منها. يعني عايز اقول لك ما طبعا مش هينفع ان انا اعلق عليهم الا ان اتكلم عن العفويه والطيبه، وان هم مش عارفين بجد وغصب عنهم مش عارفين ان العادات والتقاليد بتقول ان في كلمتين اللي اتقالوا دولت عيب وما ينفعش يتقالوا في وطننا العربي، الا انهم هم قالوهم، هي قالتها خلاص، قالتها واتكلمت عنها، بس احنا مش هنعلق عليها ومش هنذكرها كتير، بس احنا بنقول ايه، حاولي على قد ما تقدري تعلميهم اللغه العربيه لان حاجه مهمه، علموهم عاداتنا وتقاليدنا، علموهم ايه الصح من الغلط، هم عارفين بس علميهم الصح لان العادات والتقاليد الغربيه مسيطره عليهم، فحاولي تفهميهم الصح من الغلط. طبعا جيت في نهايه الموضوع، انا عارف ان انا قطلت عليكم شويه، بس عايزين ايه يبقى في دعم في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وجيت في نهايه الموضوع ما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.